أخاف أحكي يقتلوني، أخاف أمشي يقتلوني، أخاف قمت أخلي راسي على المخدة ببيتي ويطبون علي يقتلوني. ترى إحنا مو أحياء، لا بس أشكال، إحنا قتلونا، إحنا قتلونا، قتلونا من زمان. قلت لك أنا عندي 5 شهادات وأشتغل حمال، من اللي يرضى؟ ترى غريب، بس هم نفسهم اللي كانوا حرامية في ذلك الزمن البائد، زين، وانهزموا خارج العراق جوي، صاروا عمالقة الحرامية. هي نفس المسألة ابني نفس المسألة، هم اللي قتلوك وقتلوني. ترى احنا مو احياء، لا بس اشكال، احنا قتلونا من زمان. قلت لك انا عندي 5 شهادات واشتغل حمال، من اللي يرضى؟ اكبر برلماني بالعراق خليه يقول عندي شهادتين من شهادات. هي الشاعر هيثم الصبيحاوي، عالي هندسة عسكرية من تونس، وخريج حقوق من جامعة الملكة عالية، ومن 10 الأوائل على دور 67 كوماندوس بليبيا، والأول على دورتي بالعراق بعلم الباراسايكولوجيا، والأول على دورتي بالعراق أيضا بالعلم الارتقائي على وسمو الروحي. اشتغل حمال؟ شلون الدفن يصير؟ يعني عبالك يدفنون الجسد فقط؟ لا يا ابني، لا، احنا مدفونين بالحياة. اسفي على العراق، اسفي على العراق.